بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية بعبر عن سعادتي أن أنا أكون مع حضراتكم لتقديم برنامج أو مقرر حقوق الإنسان وتحديدا حقوق الإنسان الاقتصادية. في البداية عايزين نقول أنه الاهتمام بمسألة حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان مر بتطور وارتبط بتطور المجتمعات. فعايزين نقول مثلا على سبيل المثال في العقود الغابرة أو في العهود الغابرة لم يكن هناك اهتمام بقضايا حقوق الإنسان. ده يمكن حتى فترات قريبة جدا في مجتمعاتنا العربية، في فترة الإقطاع مثلا كان في حاجة اسمها الأقنان أو عبيد الأرض، اللي هم الناس اللي هم بيشتغلوا في الأرض الزراعية اللي بيملكها إقطاعي كانوا ينتقلوا مع الأرض من مالك إلى مالك. وبالتالي فكرة الاهتمام بحقوق الإنسان فكرة شهدت تطور كبير جدا على مدار القرون الماضية وارتبطت بتطور وتمدن الأمم. وبالتالي لازم نقول بداية كده إن الأمم الأكثر تحضرا والأكثر تمدنا هي الأكثر اهتماما وحفاظا على حقوق الإنسان. وعشان كده دلوقتي في القرن 21 ما في دستور وما في قانون في أي دولة إلا بينظم مسائل حقوق الإنسان، ولكن هناك هو كبيرة جدا ما بين ما نظمته التشريعات والدساتير وما يطبق على أرض الواقع. والحقيقة أن منظمة الأمم المتحدة كمنظمة رائدة عالميا كانت معنية بشكل كبير جدا بحماية حقوق الإنسان. وحقوق الإنسان متنوعة وكثيرة، شهدت تطور هي الأخرى، يعني مرت بأجيال. الجيل الأول من حقوق الإنسان بيطلق عليه الحقوق المدنية والسياسية، ده الجيل الأول. يعني المجتمعات والمنظمات الدولية عندما اهتمت بالحقوق السياسية مثل الحق في الانتخاب والحق في التصويت والحق في الرأي والحق في منع الاختفاء القسري وحماية بدن الإنسان، حقوق سياسية ومدنية. ولهذا كان بنطلق على الحقوق الاقتصادية الجيل الثاني اللي هو العهد العالمي لحقوق الإنسان أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1966. يعني أنا بتكلم معاكم فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية بالنسبة للجيل الثاني من حقوق الإنسان. إذن الجيل الأول يمكن هو مش محور اهتمام، محور اهتمام بعض الزملاء اللي هو الحقوق المدنية والسياسية. أنا بتكلم عن الحقوق الاقتصادية. زي إيه؟ زي الحق في السكن، الحق في العمل، الحق في الوظيفة والتعيين في الوظيفة العامة، الحق في الرعاية الصحية، الحق في التعليم. دي كلها حقوق اقتصادية اجتماعية، ولا يمكن أن تفصل الحقوق الاقتصادية عن الحقوق الاجتماعية. فأنا في إطار المحاضرة السريعة اللي أنا بتكلم مع حضراتكم فيها هتكلم في نقاط محددة. الأول نعرف يعني إيه حقوق الإنسان، ما هي حقوق الإنسان إيه بالضبط. النقطة الثانية، مين اللي مسؤوليته أنه ينفذ حقوق الإنسان ويطبعها على أرض الواقع؟ مين المعني أنه يضع حقوق الإنسان أو يمكن الناس من الحصول على تلك الحقوق؟ النقطة الثالثة اللي بنتكلم عنها، السؤال اللي ممكن واحد يسأله، أنت ليه مشغول بحماية حقوق الإنسان؟ إيه هي أهمية حماية حقوق الإنسان؟ ليه بنحميها؟ ليه بنتكلم عن حق الإنسان في العمل؟ أو حق الإنسان في بيئة نظيفة؟ أو حق الإنسان في الوظيفة؟ أو حق الإنسان في الرعاية الصحية؟ حق الإنسان في العدالة في أمام الوظيفة العامة أو التقدم للوظيفة العامة، حمايتها مهمة؟ هقول لك مهمة ليه إن شاء الله. النقطة الأخيرة هنعرض لأبرز حقوق الإنسان اللي نصت عليها العهود الدولية واللي نص عليها دستور مصر الحالي الساري حاليا، دستور 2014، نظم العديد من الحقوق في أكثر من 20 مادة هي تصنف على أنها حقوق اقتصادية واجتماعية. نبدأ بأول نقطة، إيه هي ماهية حقوق الإنسان؟ في الحقيقة مفهوم حقوق الإنسان بيختلف من مجتمع إلى آخر. حتى النهاردة وفي القرن 21 مفهوم حقوق الإنسان بيختلف من مجتمع إلى آخر. ده بيرتبط بتطور وتقدم المجتمعات وتخلفها، بيرتبط بثقافة المجتمعات ومستوى التطور الفكري والنظام السياسي السائد. يعني ببساطة شديدة جدا في أنظمة مستبدة يمكن لا تزال بعضها قائم في العالم النهاردة زي كوريا الشمالية أو غيرها، مش ممكن تتكلم عن حقوق الإنسان في كوريا كما تتكلم عن حقوق الإنسان في دولة متحضرة مثل بريطانيا أو ألمانيا أو ما إلى ذلك. وبالتالي مفهوم حقوق الإنسان الاقتصادية بيختلف من مجتمع إلى آخر تبعا لتطور المجتمعات وتبعا لطبيعة النظام السياسي السائد. فإحنا عايزين نقول إنه الإعلان العام لحقوق الإنسان نص صراحة من أكثر من 60 سنة على مجموعة من الحقوق
الاقتصادية هي الحقوق التي تمكن للإنسان بأن يحيا حياة كريمة تحفظ له كرامته وتمكنه من العيش حياة كريمة، وبالتالي تشمل الحق في العمل والحق في وظيفة والحق في التعليم والحق في الرعاية الصحية كما ذكرت. إذن التعريف مش هنقف عنده كتير، لكن زي ما بنقول إعلان الإعلام لحقوق الإنسان نص صراحة على العديد من الحقوق، والدول التي انضمت للإعلان الإعلام لحقوق الإنسان هي تقريبا الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، يعني مصر وغيرها من الدول الأعضاء. احنا كان عندنا او لا تزال يمكن عندنا المادة 151 من الدستور بتقول اذا مصر انضمت لهذا الاعلان العالمي فده بيعتبر بيتحول تلك الاتفاقية الدولية وكأنها قانون داخلي، اي ان تصبح الحكومة المصرية ملزمة باعمال نصوص تلك الاتفاقية. احنا انضمينا لتلك الاتفاقية الدولية سنة 66 او ما بعد ذلك، اصبحت قانون ساري بيتعرض هذه الاتفاقيه على مجلس النواب يعتمدها مجلس النواب، وهذا حدث منذ سنوات طويله جدا. وبالتالي ما تم النص عليه في الاعلان العام لحقوق الانسان فيما يتعلق بالحقوق الاقتصاديه صارت كانها قانون مصري واجب النفاذ، وبالتالي واجب بقى لما يجي يطلع بعد كده الدستور انه ينظم تلك الحقوق. يعني ما ينفعش يطلع عندي نص في الدستور ينتقص من حق الإنسان في العمل أو يميز ما بين الناس في التعيين الوظيفة العامة لاعتبارات غير موضوعية، يبقى ده مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. عشان كده احنا شفنا الدستور 2014 وما قبله من دساتير نص في الفصل الثاني على أبرز حقوق الإنسان المختلفة ومنها الحقوق الاقتصادية. طبعا أنا يمكن هقول لحضراتكم، يمكن أنا ذكرت بعض الأمثلة لبعض حقوق الإنسان، دي فئة واسعة وكثيرة جدا ومهم جدا النص عليها وتنفيذها. واحد ممكن يقول لك طب وإيه فايدة أن أنت لازم يكون المسؤول وصانع القرار مسؤول أمام المواطن عن تنفيذ تلك الحقوق. فأنا عندي زي ما هنشوف في دستور 2014 نص على حقوق جديدة يمكن إحنا ما كناش متعودين عليها، وبدأ يتكلم عن نسب مثلا زي الإنفاق على الصحة يبقى كام من الناتج المحلي، الإنفاق على التعليم الدولة ملزمة بأنها تنفق على التعليم كذا من الناتج المحلي الإجمالي. فأنا عندي نصوص الاتفاقية نظمت العديد من الحقوق ونصوص الدساتير المحلية طبقت تلك الحقوق. فإحنا زي ما بقولت إحنا بنتكلم عن الجيل الثاني من الحقوق التي نظمها الإعلان الإعلامي لحقوق الإنسان، وهي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. النقطة الثانية السؤال، من المعني بوضع حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية موضع التنفيذ؟ من المسؤول؟ الدستور المصري على سبيل المثال نص صراحة على أن الدولة، تلاقي مثلا النص يقول لك تلتزم الدولة بكذا كذا، تلتزم الدولة بتخصيص كذا كذا للإنفاق على التعليم أو كذا كذا من الناتج المحلي، يعني هو التزام على عاتق الدولة. وعندما نتكلم عن الدولة إنما نتكلم عنها في صورة المؤسسات العامة، إذا كان التعليم يبقى مسؤول عنه وزارة التعليم، إذا كان الصحة والرعاية الصحية مسؤول عنها وزارة الصحة، إذا كانت الرعاية الاجتماعية والتضامن الاجتماعي ورعاية محدود الدخل ومن ليس لديهم عمل ده لابد أن تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي. إذن المعني بوضع حقوق الإنسان موضع التنفيذ هو الدولة، وده نص عليه الدستور المصري صراحة أن الدولة ملزمة بتنفيذ وتفعيل حقوق الإنسان المختلفة وتحديدا الحقوق الاقتصادية. طبعا الدولة بتعمل الكلام ده من خلال إيه؟ من خلال الدستور. الدستور نص على كده تلتزم الدولة. طب الدستور ده عبارة عن نصوص عامة، ده القانون الأسمى في الدولة. تيجي بقى القوانين اللي بتصدر عن مجلس النواب أو عن البرلمان تفعل نصوص الدستور. على سبيل المثال الدستور لما نص على الحق في البحث العلمي انه يخصص كذا من الناتج المحلي او 1% من الناتج المحلي للانفاق على البحث العلمي، يعني لو الناتج المحلي لمصر مثلا مليار او 100 مليون جنيه يبقى 1% يعني مليون جنيه للانفاق على البحث العلمي نطور التعليم. طب ايه فايدة الكلام ده؟ لما انفق على البحث العلمي هطور انتاج جديد، هطور الات جديدة، معدات جديدة، من خلال هذا الابداع الفكري تتحول الى منتجات وبالتالي تحسن من حياة الناس الاقتصادية. اذا الدولة من خلال الدستور، من خلال القوانين، من خلال الهيئات والمؤسسات تبدأ في ترجمة تلك الحقوق الى واقع. واحنا زي ما بنقول في علاقة ارتباط قوية جدا ما بين التقدم وبين تفعيل حقوق الانسان. دول أوروبا الغربية والدول المتقدمة تجدها هي الدول التي تحترم حقوق الإنسان المختلف. يعني بيثار حاليا دلوقتي في مجلس النواب مثلا قضية إعانة بطالة. طب ما ده بيدخل في إطار حقوق الإنسان، إننا أكفل للإنسان العيش حياة كريمة،
الحد الأدنى من الدخول علشان الإنسان يحيا حياة كريم. لأن هقول لك دلوقتي ليه احنا بنتكلم على حماية تلك الحقوق، مش لمجرد حماية الحقوق، لمجرد ان احنا نتكلم ونقول احنا بنحمي حقوق. لا لا، الموضوع مش كده، الموضوع اكبر واخطر من كده. انا بحمي حقوق الانسان لاعتبارات هقولها دلوقتي حالا ان شاء الله. اذا الدولة مكلفة بكل مؤسساتها بوضع التشريعات والنظم والقوانين واللوائح لتفعيل تلك الحقوق المختلفة. ده انا لسه بقول لك في اكتر من 20 مادة في دستور مصر الحالي بتتحدث عن مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. العشرين مادة اللي في الدستور دي ممكن ترجمتهم لأكثر من 100 قانون في مختلف القطاعات. بيجي القانون بينظم مثلا الزراعة، حقوق الإنسان زي الفلاحين مثلا، الفلاح اللي بيعمل في الزراعة، حماية الإنتاج الزراعي والعاملين في القطاع الزراعي وتطوير القطاع الزراعي ودعم القطاع الزراعي ودعم الفلاح اللي هو دعم للاقتصاد القومي. وبالتالي أنا بدعم هذا القطاع، بدعم الاقتصاد القومي في مجموع. إذن ده بيتم من خلال التشريعات. عايز أقول حاجة مهمة جدا، رغم وجود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أكثر من 60 ولا 70 سنة دلوقتي، إلا أنه لا تزال هناك إهدار لحقوق الإنسان على مستوى العالم وتحديدا في الدول النامية. أيضا هناك مشكلات في الدول المتقدمة أيضا، يعني الولايات المتحدة الأمريكية بما لديها من قوة اقتصادية عظمى فيها أكثر من، يمكن الإحصائيات وصلت تقريبا دلوقتي ما يقرب من 100 مليون أمريكي بيعدوا من الفقراء أو يدخلون تحت عداد خط الفقر، وأغلبهم من السود في تمييز في الوظيفة العامة. يعني الصورة ماهيش جميلة ولا جمالية كما يصور لنا الإعلام الغربي. في الدول النامية طبعا المشكلة أكبر وأعمق، حيث الفساد والبيروقراطية يؤدي إلى إهدار حقوق الإنسان الاقتصادية، التمييز في الوظيفة العامة يقدم فئات على فئات وما إلى ذلك. إذن الفقر ومعدلات الفقر، يعني أنا جاي يمكن بعض الإحصاءات هنا، 923 مليون شخص لا يزالوا حتى اليوم في العالم تحت خط الفقر، اللي هو الفقر المزمن، اللي هم ما عندهمش، اللي هو مثلا اللي أقل من دولار في اليوم، يعني دخلهم كأسرة أقل من دولار في اليوم. يعني إحنا في مصر مثلا نقول الدولار بعشرة جنيه أو أكتر أو أقل، يعني دخل الأسرة أقل. طب عشرة جنيه يعملوا بالنسبة للأسرة؟ وبالتالي ده بيسموهم تحت خط الفقر، مش ما عندهمش الحد الأدنى اللي يخليهم يحيوا حياة كريمة. فأنا عندي النسب دي والأعداد دي موجودة على المستوى العالم بشكل رهيب جدا. الاعتداء ضد المرأة والتمييز ضد المرأة، إن تقديم الرجل على المرأة في العمل، والقضية قضية رجل أم مرأة، القضية قضية من الأكفأ على القيام بالعمل. إذا كانت المرأة لديها القدرات والكفاءة لقيام بهذا العمل فتتولاه. يبقى إذن دي كلها قضايا لا تزال شائكة ولا تزال قائمة على المستوى الدولي. مثلا هناك أكثر من 100 مليون طفل على مستوى العالم لا تتوفر لهم سبل الحصول على التعليم الأولي، اللي هو التعليم الإلزامي. يعني إحنا مثلا، أنا يمكن بنتابع الأخبار في الفترة الأخيرة، لا يزال هناك بعض القرى في صعيد مصر النهاردة لا تزال ليست المدارس فيها ليست مؤهلة. الأطفال والطلاب في مرحلة التعليم الإلزامي يتلقون التعليم في الشوارع وفي الميادين أو في بعض الأفنية في المدارس، ليست لديهم مقومات المدرسة الحديثة. فإحنا زي ما بنقول لا تزال معدلات الفقر موجودة على مستوى العالم بتشكل تحدي كبير لحقوق الإنسان الاقتصادي. السؤال قبل الأخير، طب ليه بنحمي حقوق الإنسان الاقتصادية؟ ليه بنتكلم عن حماية الحق في العمل أو حماية الحق في التعليم أو الحصول على الوظيفة العامة بعدالة؟ ليه بنتكلم عن حماية الحقوق دي؟ هل لمجرد إحنا نقول إحنا بنحمي حقوق الإنسان، ولا الموضوع له مغزى أكبر وأخطر وأهم من كده؟ الحقيقة في حماية حقوق الإنسان المختلفة سواء كانت السياسية والاقتصادية ضمانة للولاء والانتماء. يعني ببساطة شديدة جدا هدي لك مثال، كيف تنتظر من شخص لم يحظى بالتعليم الكافي أو تم أو تعرض لتمييز أمام الوظيفة العامة، يقول له أصل ده ابن فلاح أو ابن عامل، زي ما البعض أحيانا بيصيرها عندنا في التقدم لبعض الهيئات السيادية أو الهيئات العامة الخاصة أو أيا كانت من الهيئات، يقول لك آه لازم يكون والده على مستوى عالي من التعليم أو والدته على مستوى معين من التعليم، زي ما البعض بيشير. أو التمييز ده، هذا التمييز رغم أنه تقدم وتفوق وحقق التفوق في المدرسة أو في الجامعة، إلا أنه يستبعد لاعتبارات غير موضوعية وغير أخلاقية ولا تبررها أي أديان. فهنا ده تمييز، هذا التمييز، هذا الشخص الذي لم يحمى حقه ماذا تنتظر منه؟ إنسان شاف نفسه استبعد من المجتمع ليس لشيء، مع أنه تفوق وأبدع واجتهد، ولكنه استبعد لأنه البعض بيقول له لا ده لازم يكون الوالدين على مستوى معين من التعليم. هنا تمييز لا يبرره عقل ولا منطق ولا دين. ماذا تنتظر من إنسان نفاه المجتمع أو استبعده المجتمع؟
ده في اعتداء على حقوق الإنسان ولا لا؟ اعتداء على حقوق الإنسان، في تمييز غير مبرر، في عدم عدالة، في تقديم فئات على فئات لأسباب غير موضعية. إيه النتيجة؟ لو جاء لواحد إرهابي وقال له تعالى اعمل كذا أو ارمي القنبلة دي، هيرميها، لأنه استشعر الظلم، استشعر عدم العدالة. هو احنا هنا الإنسان لم يود للجريمة، احنا دايما بنقول للطلبة عندنا في كلية الحقوق لا يوجد، حتى ديننا الإسلام، الإسلام يقول لك إيه؟ الإنسان يولد على الفطرة البراءة، الإنسان بيولد بريء، كذلك الإنسان في المجتمع لا يولد أحد مجرما، المجتمع مسؤول مسؤولية رئيسية عن ضمان استقرار المجتمع واستقرار أوضاع الناس. فأنا لما بتكلم عن حماية الحق في العمل زي مثال أنا بقوله، أو المساواة أمام الوظيفة العامة، تقدم رضا وتقدم حسنين وتقدم علي، يبقى معيارنا موضوعي في الاختيار وفي التعيين. إذا ما استخدمنا معايير غير موضوعية، ده بيخلق حالة من الخلل الاجتماعي والعداء وربما فقدان الانتماء. اسأل ناس كتيرة من اللي هم تحولوا، والعياذ بالله، ما بنقولش الكلام ده ان الانسان يتحول متطرف، لكن احنا بنتفاوت في قدرتنا وفي امكاناتنا كبشر وقدرتنا على التحمل. لا، انا عايز ابعد عن ده كله. لا، يبقى فيه لازم حماية حق في العمل، يبقى الحق في العمل مكفول بضوابطه. لما اجي اشتغل كعامل في حتى جوه بيئة العمل، القانون بقى بينظم هذا. يعني اذا كان الدستور المصري نص على الحق في العمل وحماية الحق في العمل وحماية حقوق العمال، كلام مجمل، يجي بقى القانون، قانون العمل المصري ينظم حقوق العمال وواجباتهم وبيئة العمل، ولما يشتغل يشتغل كم ساعة وحقوقه ايه وواجباته ايه وواجبات صاحب العمل ايه، علشان في النهاية يوازن ما بين حق العامل وحق رب العمل، وفي النهاية حقق نجاح للمجتمع ككل. لكن لما تطلع تشريعات تمييزية او تحابي اصحاب العمل على مصلحة العمال، في النهاية العامل لن ينتج ولن يعطي، بل سيتحول إلى أداة مدمرة للمصنع أو للمشروع أو الشركة أو للاقتصاد ككل. أنا بتكلم عن حق فقط من الحقوق. الحق في الرعاية الصحية، هو الحق في الرعاية الصحية مجرد أن أنا بس بقول علشان أوفر له العلاج؟ لا، تخيل أنك تتحدث عن مجتمع معتل، مجتمع يعاني من أمراض اجتماعية خطيرة وأمراض صحية. إحنا المجتمع المصري نادرا ما تجد مصري إلا هو مريض بمرض مزمن، إما مرض للقلب أو مرض للكلى أو مرض للكبد، تلك الأمراض الشائعة في المجتمع المصري، قلب، كلى، كبد كأمراض رئيسية، غير ضغط وما إلى ذلك. طب ماذا تنتظر في الإنتاجية بلغة الاقتصاد من إنسان معتل؟ إنسان بدل ما هو منتج للمجتمع تحول إلى عالة على المجتمع. للأسف إحنا بقى قبل 25 يناير تحولنا إلى مجتمع بهذا الشكل بسبب الخلل الاقتصادي والاجتماعي والفساد الذي ساد، فتحول الملايين إلى عالة على المجتمع، عبء على المجتمع، بدل ما هو يكونوا ناس منتجين بسبب إيه؟ المياه غير النظيفة وغياب الرعاية الصحية والتمييز والدخول وما إلى ذلك. كانت النتيجة أن فئات كثيرة جدا من المجتمع تحولت إلى هذا المجتمع. لا، احنا بنقول احنا بنوفر الرعاية الصحية، لازم نوفر الرعاية الصحية والمستشفيات والخدمات الصحية اللي على مستوى عالي من الكفاءة. ليه؟ علشان الإنسان ده يبقى منتج، يوم ما يحصل لي أزمة أعالجها سريعا وتعامل معها سريعا حتى أخرج وأعود إلى المصنع أو أعود إلى الحقل أو أعود إلى المشروع أو الشركة التي أعمل فيها. إذن الحماية تلك الحقوق ليس لمجرد حماية الحقوق، وإنما حماية للمجتمع. أنا لما بوفر حقوق الإنسان بهيئ البيئة لإنسان لديه انتماء. يبقى ليه إحنا بنحمي حقوق الإنسان؟ ليس لمجرد نتكلم عن إن إحنا بنحمي حقوق الإنسان، إحنا بنحمي أو بنوفر للإنسان الحقوق المختلفة اللي أنا عمال أتكلم عليها من شوية، علشان يكون جزء نافع للمجتمع، إنسان يضيف للمجتمع، مش عبء على المجتمع، مش ناقم على المجتمع. والحقوق عندما تقدم بعدالة وبمساواة وبحيادية. ولهذا لازم أقول بكل صراحة، مظاهر التمييز في التعيين في الوظيفة العامة في بعض المؤسسات أو الهيئات ده خطر كبير جدا على المجتمع وخطر كبير جدا على الاقتصاد المصري، لاعتبارات اجتماعية ولاعتبارات الانتماء وأيضا لاعتبارات اقتصادية. ليه؟ أنا لما هعين واحد ليس لديه المؤهلات الكافية، بعينه لمجرد أنه بينتمي لفئة معينة أو ابن فلان أو ابن علان أو جالي تليفون علشان أعينه، الشخص ده ليس لديه المؤهلات الكافية لتقلد تلك الوظيفة، ليس لديه المهارات. على سبيل المثال، شاب كان طول السنة في الجامعة قاعد على الرصيف، لا بيذاكر ولا بيعمل ولا لديه العلم، ماذا تنتظر منه؟ إيه إنتاجيته؟ بلغة الاقتصاد ما هي الإنتاجية؟ ما فيش إنتاجية، وبالتالي في تدهور في أداء الخدمات العامة. تلاقي لو اشتغل في أي وظيفة معينة تلاقي اللي واقف قدامه أفضل منه وأشطر منه، لأنه غير مؤهل وغير مهيأ، وبالتالي تحول إلى عبء على الوظيفة العامة. يبقى لكل الاعتبارات التشريعات نظمت تلك الحقوق، ولكن المهم أن توضع تلك الحقوق موضع التنفيذ.
يمكن علشان كده احنا لو تتذكر ثورة 25 يناير، عندما قامت 25 يناير كانت لها ثلاث شعارات رئيسية: عيش، حرية، عدالة اجتماعية. عيش وعدالة اجتماعية الاثنين حقوق ايه؟ اقتصادية. الكلام اقتصاد، يعني الناس يهمها جدا حقوقها الاقتصادية، اوضاعها الاقتصادية كانت غير طيبة. عيش، حرية، ده حق من الحقوق السياسية والمدنية اللي احنا كنا بنتكلم عليها في اول اللقاء. لكن العيش والعدالة الاجتماعية الثلاث مطالب ل 25 يناير كانت مطالب اقتصادية. ليه؟ لأن الناس استشعرت عدم العدالة، استشعرت التمييز. فئات 80% من المجتمع تحولوا إلى عداد الفقراء، و 20% هم اللي بينعموا بخيرات الوطن. ده بيخلق حالة من العداء الاجتماعي والشحن الاجتماعي. لا، أنا وفر تلك الحقوق بعدالة: الحق في العمل، الحق في الوظيفة، الحق في الدخل، الحق في التعليم الجيد. هو أنا بتكلم عن الحق في التعليم لمجرد أن أنا أتعلم وأبقى دكتور وأبقى مدرس؟ لا، أنا بتعلم التعليم الجيد علشان أتحول إلى إضافة للمجتمع. أخرج من الجامعة لأضيف للمجتمع، أخرج من الجامعة أروح للمصنع، أخرج من الجامعة أروح للشركة، أرتقي بالمؤشرات الاقتصادية القومية. ولهذا ما تأخرت مؤشراتنا الاقتصادية إلا لتأخر مستويات التعليم والصحة وما إلى ذلك. فإحنا المطلوب إن شاء الله أن تفعل تلك الحقوق وأن توضع موضع التنفيذ. النقطة الأخيرة، ويمكن أن أتعرضت لها في مجمل حوارنا، الدستور المصري الأخير 2014 والساري حاليا نص على العديد من الحقوق، سواء في صيغة عامة مثل الحق في بيئة نظيفة، الحق في أو حماية نهر النيل، أو حماية الثروة السمكية. كل هذه حقوق، حقوق تنعكس في النهاية. أنا لما أحمي الثروة السمكية، ثروة مهدرة مصر بما لديها على سبيل المثال من إمكانات بحرية ونهرية لا تتوافر لأغلب دول العالم، ورغم ذلك ما هو وزن ثروتنا السمكية؟ حصتها في الناتج المحلي المصري إيه؟ لا نعلم. حجم صناعة الثروة السمكية، ده مش كده وبس، ده احنا سيبنا هذه البحار والأنهار وبدأنا نعمل مزارع للثروة السمكية أو مزارع لإنتاج الأسماك. أنا شفتها بنفسي عندما قمت بالعمل التنفيذي، بتتغذى على الروث والنوافق والمياه الصرف الصحي. يعني لدينا تلك الثروة الرهيبة التي لا تتوافر لأغلب دول العالم، امتدادات آلاف الكيلو المترات على البحر المتوسط والبحر الأحمر ونهر النيل وبحيرة المنزلة والبرولس وما إلى ذلك، ورغم ذلك نعاني من شح الأسماك النظيفة التي يمكن أن يتغذى عليها المواطن المصري. مش كده وبس، ده احنا سيبنا دول وبدأنا نشتغل على آلاف المزارع المنتشرة في الصحارى في مصر اللي تتغذى مثلا المزارع في سهل الحسينية في الشرقية، شفتها أنا بنفسي ووقفت عليها، وقفت في وسطها، بتتغذى على الحيوانات النافقة والنوافق وبتشرب من مياه بحر البقر اللي هي عبارة عن الصرف الصحي لجمهورية مصر العربية، وهذا يتغذى عليه الإنسان. ونتحدث بعد ذلك عن الصحة والرعاية الصحية؟ لا، ولهذا الدستور نص على تنمية وتطوير الثروة السمكية. لدينا قناة السويس وما يتم وما يجري وما هنا وهناك. ده أنا أتصور، أنا أتمنى يبقى لكل قطاع ده وزارة، وزير لتطوير الثروة السمكية، وزير لتطوير الثروة الزراعية، وزير لتطوير الثروة الصناعية. نقدر فعلا ساعتها يبقى في مسؤوليات محددة بنتيجة يلتزم بها كل مسؤول. فأنا عايز أقول إن الدستور المصري 2014 زي ما أنا قلت فيه 20 مادة تقريبا تعرضت للعديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، زي الأمثلة اللي أنا قلت. يعني مثلا أهو الدستور نص على تخصيص 10% من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على البحث العلمي والتعليم والصحة. يعني إذا كان الناتج المحلي الإجمالي 100 مليون يبقى 10 مليون للقطاعات دي تحديدا. ليه كده الدستور نص على الكلام ده؟ ايوه، ما هو انا لو انا اهتميت بالتعليم والصحه والبحث العلمي نقلت المجتمع. احنا مجتمع ليس مجتمع متقدم ليه؟ لان مستوى التعليم متردي، الانفاق على التعليم والاهتمام بالتعليم وتطوير منظومه التعليم ليست على المستوى الكافي، الرعايه الصحيه ليست على المستوى المطلوب والمرغوب، ولهذا النتيجه ايه؟ مجتمع معتل، خريجي مؤسسات تعليمية على مستوى كبير من الضعف. ولهذا مش غريب أوي أن مصانع في العاشر من رمضان، وأنا شفت الكلام ده وأنا بشتغل العمل التنفيذي، بيجيبوا عمال من سنغافورة أو عمال من بنجلاديش أو عمال من الهند. الله، وأنا عندي آلاف الشباب قاعدين على أرصفة أو قاعدين على هاوي. ليه؟ لأن مفيش تطوير لمنظومة التعليم، مخرجات التعليم لا تلبي احتياجات سوق العمل. إذن عشان الكلام ده يتعمل لازم أهتم وأحط حصة كبيرة جدا من الناتج المحلي بتاعي، أحط جزء منه كبير لتطوير التعليم. ده هينعكس على الوضع الاقتصادي؟ طبعا ينعكس على الوضع الاقتصادي. أنا لما أحظى بمستوى عالي من التعليم وبالتالي كفاءة عالية، أستطيع أن أقدم نفسي لأي مكان وأحصل على أعلى الأجور وأعلى الدخول. لما تقدم لوظيفة في الخليج أخذ بالدولار، أشتغل شغل كويس، أرتقي بمستويات معيشتي ومستوى دخلي.
المادة مثلا 13 للحفاظ على حقوق العمال من الدستور نظمت حقوق العمال ولابد من رعاية حقوق العمال وعلاقة عمل متوازنة ما بين العامل ورب العمل. ليه الكلام ده؟ ما هو أنا لما يبقى عندي توازن في حقوقي والتزاماتي هيبقى عندي انتماء للمصنع. كلنا كنا بنسمع مثلا وبنتريق عن إن رجل أعمال مثلا صيني طلع العمال بتوعه رحلة إلى أوروبا، عمال المصنع قال لهم أنتوا عندكم أسبوع هتسافروا تتفسحوا في أوروبا. إيه ده؟ هو أهبل مثلا؟ مجنون؟ لا طبعا هو مش مجنون، هو عاقل جدا وذكي جدا. أنا لما عامل العمال بتوعي على إنهم جزء مني وبهتم برعايتهم وحمايتهم، مش كده وبس، ده مش دخلهم، ده أنا بحاول أخليهم يرفهوا، النتيجة إيه؟ هيرجع العامل ده عنده انتماء غير عادي للمصنع، انتماء ليا كصاحب مصنع. لكن تخيل لما أنا قبل أنا بشوف كنت بشوف بعض المصانع يمضي العامل قبل ما يمضي عقد العمل يمضي على استمارة 6 اللي هو استمارة إنه يطلع يعمل حسابك في أي لحظة بهددك بيها، يبقى عنده انتماء منين؟ يبقى إزاي يشتغل في المصنع؟ ده لو يطول يولع لك في المصنع هيولع لك في المصنع. تنتظر منه نتيجة إزاي؟ تنتظر منه إنتاج منين؟ مفيش إنتاج. الراجل من البداية أنت أساسا عملت قطيعة ما بينك وبين هذا الفكر وتلك الثقافة. ينبغي أن تتوارى ونبدأ ننمي لدى أرباب العمل والمصنعين والمنتجين ورجال الأعمال ثقافة احترام العامل وحقوق العامل، لأننا كلما أعطيت العامل كلما أعطاني. الفكر ده مش موجود عندنا، ولهذا تلاقي شباب كتير جدا من المصريين يقول لك كان بالكلام ده بشوفه لغايه النهارده، لغايه النهارده في مكتبي لسه جاي لي ناس يقول احنا عايزين نشتغل في الحكومه. ليه يا عم؟ طب ما عندك المصانع عايزه ناس. يقول لك اروح في المصنع يشغلني 30 ساعه في اليوم ولا 40 ساعه في اليوم ولا ما اعرفش 24 ساعه في اليوم علشان يديني 800 جنيه ده بيذبحني. لا، ما انت كده يا رب عمل انت ما حافظتش على العامل، ما شجعتوش. فين حقوقه؟ فين الرعايه الصحيه له؟ انت بتدي له رعايه صحيه؟ بتدي له مرتب كافي؟ ما انت لو اغنيته هيدي لك. لكن احنا دايما زي ما بنقول فكرنا قاصر، ورغم ذلك تجد ان المنتجات المصريه اسعارها عاليه جدا. بص للملابس في المحلات تجدها اسعارها، رغم ان تكلفه الانتاج عنده بالنسبه لدوله زي الصين، يعني العامل بيشتغل في اليابان مثلا بخمسة دولار في الساعه، في بريطانيا انا كنت بشوف في انجلترا العامل بيشتغل في انجلترا تسعيره رسميه كده 5 جنيه استرليني في الساعه. في الساعه اذا كان بيشتغل 8 ساعات في اليوم يبقى ال 5 في 8 40 جنيه استرليني في اليوم. ده دخله اليوم. ليه؟ ده الحد الادنى. ده ممكن انا كرب عمل اديله 6 جنيه في الساعه او 10 جنيه في الساعه متروك ليه، لكن الحد الادنى ما تنزلش عن كده. ليه كده الكلام ده؟ لان انا بضمن له الحد الادنى من الحياه الكريمه، وبالتالي العامل ده يبقى يقدر يعيش ويقدر يدي ويبقى عنده انتماء ليك كمصنع. لو عنده فكره مش هيستخسرها في المصنع، لو عنده راي للتطوير مش هيستخسره في المصنع. لكن لما انت تبقى قاطم رقابته او قاطع عليه كل حاجه بالشكل ده استحاله يبقى عنده انتماء، واستحاله انه يقبل على القطاع الخاص. الدوله دلوقتي بتتجه من ضمن النصوص بتتكلم على تشجيع القطاع الخاص. طب ازاي القطاع الخاص هيتوسع وانا ما حميتش حقوق العمال؟ انا عايز احمي حق العامل حمايه ليك يا رب، ما يا رب عمل او يا صاحب مصنع، انا بحميك انت كمان وبالتالي بحمي اقتصاد قومي. انت لما تديله الدخل الكافي والمعامله والخدمات الكافيه هيبقى عنده انتماء ليك كمصنع وللدوله ككل. اتكلم عن الصحه والوظائف العامه والتامين الصحي، البحث العلمي، برضو الدستور نظم مثلا النظام الاقتصادي، ما نصش على نظام رأسمالي ولا اشتراكي، ان في النهايه نظام اقتصادي يوازن ما بين الحقوق العامه والحقوق الخاصه او القطاع العام والقطاع الخاص والملكيه. من ضمن الحقوق الاقتصاديه حق الملكيه، لازم يكون في صيانه واحترام لحق الملكيه. الملكيه الخاصه ده الدستور نص مصونه لا تمس الملكيه. ليه كده الكلام ده؟ ما انا لم يبقى عندي احترام للملكيه الخاصه واقدر املك وبيع واشتري يبقى اقدر اطور وابقى مطمن وانا عمال اطور في مصانعي وبيع واشتري وبيع وقت ما انا عايز واشتري وقت ما انا عايز. لكن لما يبقاش في حمايه لحقوق الملكيه الخاصه وفي مصادره، لا ده الدستور نص على الحمايه من المصادره، حمايه ده حمايه للمستثمر والمواطن العادي. ليه؟ انا كمستثمر عايز اجي استثمر في مصر، لو انا بسمع ان المصنع بتاعي ده ممكن يتصادر في اي لحظه هاجي مصر؟ مش جاي. يبقى لازم في حمايه لحقوق حقي من الملكيه الخاصه وحقي في الحمايه من المصادره وما الى ذلك. فدي كلها حقوق، حمايه قطاع الزراعه وتطوير قطاع الزراعه، حمايه الموارد الطبيعيه. زي ما قلت لك الدستور نص على ثلاث انواع من الملكيه: الملكيه العامه اللي هي القطاع العام، الملكيه الخاصه اللي كلنا عارفينها، الملكيه التعاونيه. نيجي احنا كمجموعه كده ونقول هنعمل مشروع تعاوني، نتعاون على او مؤسسه اجتماعيه تمتلك شيء من خلال مساهمات الأعضاء، ده شيء تعاوني ما بين المشاركين في الملكية التعاونية. على كل حال الضرائب وعدالة الضريبة، وإن ما فرضش ما أسقلش كاهل الناس بالضرائب اقتصادية. إحنا اتعلمنا دلوقتي خلاص وبنعلم الناس إذا كنت عايز تزود الحصيلة الضريبية قلل العبء الضريبي،
لان انت لما بتزود العيب الضريبي بتقلل من المجتمع الضريبي. يعني ايه؟ وقالها ابن خلدون من مئات السنين، الدولة لو عايزة تزود الحصيلة الضريبية عليها ان تخفض من عيب الضريبة، لان انت لما بتزود في عيب الضريبة، على سبيل المثال الدولة لما كانت بتفرض الضريبة 20% كان المستثمرين 10، الدولة خفضت الضريبة ل 10%، ايه اللي هيحصل؟ المستثمرين هيزيدوا من 10 ل 1000، وبالتالي الحصيلة في انهي واحدة هتبقى اعلى؟ لا، ده انا لما خفضت عبء الضريبة من 20 ل 10 بعدد المستثمرين بالالاف، وبالتالي الحصيلة في النهاية بقت اكبر، وبالتالي اذا اردت ان ازيد من الحصيلة الضريبية علي ان اخفض من العباءة الضريبية. لكن اسق الكاهل المواطن بالعباءة الضريبية سينفر من المجتمع وسينفر من العمل والبزنس، ويبدا يقول لك لا راح زي المستثمر يقول لك انت عمال تفرض عليا ضريبه كذا وضريبه كذا وضريبه كذا، شكرا راح اشوف بلد ثاني اشتغل فيها. وبالتالي الاداره الضريبيه الكفئه تقتضي تخفيض وتخفيف والحد من العباءة الضريبية لتشجيع الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص. على كل حال حمايه السكن والاسكان ومش عارف ايه والكلام ده كله، وتنميه محور قناه السويس، وحقوق الملكيه الفكريه، مخرجات العقل البشري. احنا عندنا في مصر مثلا يقول لك فلان سرق الكتاب بتاع فلان، او فلان خد السي دي بتاع النسخه الجديده بتاعت مايكروسوفت، وقاعدين نفتخر قوي ان انت تنزل مش عارف في السكه الجديده وتنزل للعباسي السي دي اللي بتبيعه شركه مايكروسوفت ب $500 انت طبعته وجبت نسخه منه بجنيه ونص ومبسوط جدا. لا طبعا، ده اعتداء على حقوق الملكيه الفكريه. انا مش بتكلم على مايكروسوفت، انا بتكلم على المبدا، لان الملكيه الفكريه ده ابداع فكري وجهد. زي واحد مثلا قاعد يطور في علاج معين لعشرات السنين، وفي النهايه طلع اختراع ان ده علاج لفيروس سي، تيجي انت بين يوم وليله تسرق الفكره بتاعته وتروح تبيعها بربع الثمن، طب ومجهوده راح فين؟ ومش كده وبس، ما انا لو سرقت جهده هو مش هيواصل الابتكار ولا الابداع ولا التطوير، وبالتالي تتوقف عمليه الابداع والتطوير والبحث العلمي. لا، ده انا لازم احمي صاحب الملكيه الفكريه علشان تتواصل رحله الابداع. اذا عايز اقول حقوق الانسان الاقتصاديه مهمه للغايه، حمايتها مهمه للغايه، وضمانه من ضمانات التطور الاقتصادي والاجتماعي. اتمنى ان تكون المعلومات اللي تم تقديمها كافية ووافية وخفيفة على حضراتكم. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله.